صباح الخير عليكم. النهارده عايز اقدم لكم ورقه ال 25 قرش القديمه، ده الاصدار الثاني، ثاني ورقه بتعمل الربع جنيه، ودي بدات اصدارها ايام فاروق واستمرت لغايه جمال عبد الناصر من سنه 52 لغايه سنه 57 الاصدار بتاعها او الانتاج بتاعها، وتعمل منها حوالي 60 برفكس. البرفكس الواحد مليون ورقة، يعني 60 مليون ورقة. والورقة دي شكلها من قدام صورة توت عنخ آمون، ومن الظهر هنشوفها فيها مسجد الموسى أبو العباس من الظهر. والتوقعات المحافظين اللي مضوا عليها، ثلاث محافظين، محمد امين فكري واحمد زكي سعد عبد الجليل العمري. محمد امين فكري وقع من بفيكس واحد على دال را لغايه 21. طبعا القفل والمفتاح اتعلمنا ان هو بيبقى اغلى حاجه في العمله، ممكن سعرها يبقى لو بحاله الانصر ممكن توصل ل 1500 جنيه، لو مستعمله ممكن تبدا من 100 جنيه 300 جنيه 500 جنيه حسب حالة الورقة، لكن هي لو حالة الأنصة ممكن توصل ل 1500 جنيه. ودي شحيحة في مع المحافظ محمد أمين فكري، شحيحة شوية لأن في جزء منها كان راح السودان من الطباعة دي، فالورق بتاع محمد أمين فكري هتلاقيه قليل العملة دي. بعد منه أحمد زكي سعد، وده وقع من بنفيكس 27 بنفيكس كلهم، الـ من 22 لغايه 48. برضو المفتاح والقفل هو اهم حاجه بالنسبه لنا لانه اغلى حاجه يعني. وبرضو الورقه ممكن من 50 جنيه، لو بحادث الانصر ممكن توصل ل 750 جنيه 800 جنيه. التالت واحد مضى عبد الجليل العمري، وده مضى من برفكس 49 لغاية 60 لغاية الآخر، ودي الورقة برضو ممكن 100 جنيه 50 جنيه حسب حالتها، لكن لو حالة الأنصر ومفتاح أو القفل بتاع الإصدار ممكن توصل ل 750 جنيه 800 جنيه. أنا قلت أديكم المعلومات دي، وصباح الفل عليكم.